طيب اليوز كيس زي ما قلنا بتوصف ايه الاكتورز اللي عندي والاكشنز. مش بس الاكتورز والاكشنز بيعملوا ايه، السيناريو بقى ايه اللي كل يعني الاكتور السيناريو اللي هو من اول ما تبدا الاكشن لغايه ما يطلع لك ايه الاوت، وتكتب السيناريو ده ايه هيمشي ازاي. واخد بالك؟ هنشوفها دلوقتي ايه في المثال. هو بيقول لك ان اليوز كيس دي ايه بتكتب فيها ايه الفانكشنال ريكويرمنتس، يعني اليوز كيس دي بتمثل فيها ايه الفانكشنال ريكويرمنتس، لان النون فانكشنال ريكويرمنتس هي مش اكشن معينه هيعملها الاكتور، فاهمني؟ يعني السيستم يبقى سريع يبقى امان، طب ايه الاكتور ايه الاكشن اللي عملها؟ فاليوز كيس دي ايه بتمثل فيها الايه الفانكشنال ريكويرمنتس. بس مش شرط تبقى مابد وان تو وان، يعني مش شرط كل فانكشنال ريكويرمنت يبقى ليها يوز كيس، لا ممكن الفانكشنال ريكويرمنت يبقى ليها ايه اكتر من يوز كيس. يعني عشان اعمل فانكشن دي في كذا اكتور وكذا اكشن عشان اعملها، يعني مش شرط تبقى ايه وان تو وان كل ريكويرمنت ليها يوز كيس. تمام. ايه هم الاكتورز؟ الاكتورز بس مش اليوزرز اللي هم الهيومنز اللي بيتعاملوا مع السيستم، لا الاكتور ده ممكن يبقى الهيومنز اللي هم اليوزر اللي بيتعاملوا مع السيستم، ممكن يبقى الهاردوير ديفايس، الهاردوير يعني ايه الاي تي ام مثلا ماشين، ممكن اعتبر جهاز ايه اللي هو بتاع الاي تي ام ده اعتبره ايه اكتور. واخد بالك؟ ممكن يبقى اكسترنال سيستم، لو السيستم ده بيتعامل مع ايه مع اكسترنال، في سيستم تانية ايه بيتعامل مع مع السيستم ده، فايه ممكن ايه يبقى دول اكتر. انت هتكتب ازيت وعايز اتجوز يا جماعه عشان انا شايف يا جماعه سوري طبعا المساعد انا اي حاجه خلاص هجيب لك عروسه. طب ممكن نجيبها من الاول خالص ال كمل خلاص ساجن قوي صب شويه اكنه انا اللي هرفع بقى خد اقطعها في البتاع. فايه فقلنا الاكتورز مش شرط بس يبقى الهيومنز، لا ممكن يبقى هاردوير ديفايسز. لو انا مثلا بتعامل مع داتابيز ممكن اعتبر الداتابيز دي ايه من ضمن الاكتورز اللي عندي. واخد بالك؟ ممكن يبقى اكسترنال سيستم، سيستم تاني السيستم ايه بتتعامل سيستم تاني بيتعامل مع السيستم ده، فممكن اعتبره ايه من الاكتورز. ماشي. الاكتورز ده ما بيبقاش جزء ايه من السيستم، هنشوفها دلوقتي واحنا ايه بنعمل يو ام ال لليوز كيس، يعني ايه بيبقى خارج حدود السيستم. بمعنى يعني الاكتور ده مش من السيستم، يعني السيستم ايه هو اللي هيستخدم السيستم، هو اللي هيستخدم السيستم، فهو مش جزء من السيستم. وهنشوف ازاي بنرسمه بره حدود السيستم، ما بيبقاش ايه جوه السيستم. السيناريوز دي بقى ايه اللي احنا ايه قلناه، بيبقى فيها كل بمسك كل ريكويرمنت او كل يوز كيس وبايه بكتب بقى التفاصيل بتاعتها، امتى هتبتدي امتى وهتنتهي امتى، الاكتور هيعمل ايه، الفلو ايفنتس يعني مثلا هيروح يعمل كذا وكذا وكذا. هنشوف مثال السيناريو بيبقى فيها كل التفاصيل بتاعت ايه اليوز كيس دي، الانبوتس والاوتبوتس. ده غير السيناريو اللي كان في قبل كده؟ لا اللي قبل كده ده كان سيناريو بيوصف السيستم كله على بعض. السيستم كله على بعضه بيعمل ايه، دي بقى السيناريو بتاعت كل ريكويرمنت في اليوز كيس. في اليوز كيس كل ريكويرمنت في اليوز كيس. اليوز كيس دي هتشتغل ازاي، الانبوتس والاوتبوتس، ايه البري كونديشن والبوست كونديشن، هتوضحها في المثال هتوضح قوي. بيقول لك ايه الريكويرمنتس دي الحته دي ايه الريكويرمنتس كمان. اليوز كيس فيها حاجه مهمه، ان انا بس مش بوصف فيها ايه الفلو، يعني ازاي الريكويرمنت دي او ازاي اليوز كيس دي ايه السيناريو بتاع اللي هيمشي، لا بوصف فيها كمان ايه لو في حصل ايرور. يعني مثلا عندي يوزر في اي تي ام ماشين، واخد بالك؟ المفروض ايه مثلا هقول ايه ان هو عايز يسحب فلوس، ادي يوز كيس او يسحب فلوس، فهقول ايه السيناريو، ان هو هيحط الاي تي ام ماشين، هيحط الكارت بتاعه ويدخل السيريال نمبر مش عارف ايه ويكتبه ويسحب ايه المبلغ اللي هو عايزه. طب لو هو جه يكتب ايه السيريال نمبر بتاعته طلعت غلط، ايه المفروض يحصل؟ دي برضو بكتبها في السيناريو بتاع اليوز كيس، بقول ان هو لو مثلا كتب دخل السيريال نمبر وطلعت غلط، المفروض السيستم مثلا يقول له ايه اعد المحاوله مره اخرى لغايه 3 مرات، بعد كده ايه السيستم ايه خلاص ما يسمحلوش بكده تاني. فبرضه المفروض لو في حاجه ايه لو في ايرور هيحصل المفروض ايه اوضحه ايه في اليوزر ريكويرمنت دي. بس في برضه في السيناريو بيبقى موجود ايه الانتري كونديشن والاكزيت ايه كونديشن.
الانتري كونديشن اللي هي ايه اللي كانت ايه قبل ايه يعني كل يوز كيس ليها انتري كونديشن والاكزيت كونديشن بتاع الانتري كونديشن دي الحاجات ايه اللي لازم ايه ادخلها يعني الانبوتس بتاعت ايه اليوز كيس بمعنى ايه مثلا لو عايز يوز كيس قلنا ايه اسحب فلوس من اي تي ام ايه هي الانتري كونديشن الكارد ده بيعتبر ايه انتري كونديشن مش لازم ادخله عشان اسحب الفلوس ولا ينفع اسحب الفلوس من غير ما ادخله فده انتري كونديشن الاكزيت كونديشن الاوتبوت اللي هو هيطلعه لي يعني في مثال اي تي ام ماشين ده الفلوس اللي هي ايه طلعت دي الاكزيت ايه كونديشن زي الانبوتس والاوت كواليتي يو سي اباوت طيب الريليشن شيبس شدقنا هموت على طول هموت على طول الادنت ازاي ايه احدد ايه الاكتورز او اول حاجة لازم ايه احدد ايه بيقولك حدود السيستم بتاعتي عشان اعرف ايه الاكتورز اللي هيتعاملوا ايه مع السيستم والهاردوير والسوفتوير بتاع السيستم فكرة نمت منك نمت بقى سيلكت انت ازاد بالايه ديستين في بقى في حاجة طب النقطة دي مهمة بيقول لك ان انت ايه لازم في اليوز كيسز تهتم بالانتيتيز اللي ايه بلاي ديفرنت رولز ان ذا سيت يعني ايه مثلا لو عندي ايه في اليوز كيسز في اكتورز معينه ايه الاكتورز ده ايه الاكتور ده مهم جدا فلازم ايه بهتم بيه يعني ايه بيعمل كل حاجه في السيستم يعني دايما مثلا الادمنستريتور بيعمل ايه كل حاجات السيستم غالبا في بعض السيستمز كده فلازم ايه ابقى واخد بالي من ايه زي ايه اولويه ايه اليوزرز اللي عندي ان فلان ده بيعمل حاجات معينه دي يعني ايه ده شخص مهم اللي هيستخدم اكتر الناس اللي هتستخدم السيستم وهكذا يعني في تحديد الاكتورز يعني بريوريتي في تحديد الاكتورز اللي بتستخدم هيستخدم السيستم ده تمام ايدنتيفاينج يوز كيسز دي سيستم to show the actions of the performance في هنا بس هي دي مهم بيقول لك لما تيجي تسمي اليوز كيس يعني كل يوز كيس ليها اسم خليها دايما ايه الاسم ده خليه ايه فير ليه لان اليوز كيس دي احنا قلنا ايه بتمثل ايه الاكشنز الاكتورز والاكشن فتسميها باسم ايه الاكشن يعني ايه ويذ درو مثلا ايه ماني بيسحب فلوس سميها ايه دايما فير الاكشن اللي بيتعمل ويوز كيس انا بتكتب له مثلا يوز كيس ويز درو مثلا ايه ماني هي عباره عن شكل ولا وصف ولا ايه بالظبط ما هي اليوز كيس كلها على بعض الاكتور والاكشن واللي بيحصل دي كلها على بعض اسمها اليوز كيس بس اسمها ايه لما تيجي اليوز كيس دي جرافيك نوتيشن بتوصل السيستم بتاعي باللي هيستخدموه كل التفاصيل بتاعه بس من غير تكست جرافيك نوتيشن بس تمام. ايه كل يوز كيس بيبقى ليها اسم الاسم ده بيبقى الاكشن اللي هو ايه بيعمله هي اهميتها منين ان انت مثلا لو بتقرا حاجه والحاجه دي فيها صور بتبص على الصور وبعد كده تقرا الكلام الصور بيجذب وبيوصل المعلومه اسرع من التكست عشان كده بيستخدموا جرافيكال نوتيشنز في الاس ار اس دوكيومنت وكده عشان يسهل وصول المعلومه لواحد عايز ينجز طيب السيناريو ازاي اكتب السيناريو اعرف الفانكشنز اللي بيقدمها السيستم في نقطه هنا مهمه بيقول لك ان انت ايه في السيناريو لازم ايه تكتب نقط محدده يعني ايه تكتب ادق التفاصيل مش مجرد ايه مش ايه كلام عام كده لا لازم تكتب كل ريكويرمنتس هتمشي ازاي من اول الانتري كونديشن لغايه الاكزيت كونديشن من اول نقطه لغايه ايه يعني اول ما يعمل الكمبيوتر ياكل سندوتش ويشرب تفصف كل حاجه ما تفصفهاش جينر كده ان هو مسح هيعمل كذا لا ده السيناريو بقى فيه التفاصيل كلها اهو بيبقى فيها ايه بقى السيناريو الوظائف اللي لازم يؤديها اليوزر والسيستم فلو اوف ايفنتس ده السيناريو اللي خدناه الاول بتاع اليوز كيس احنا لسه فيه كل ده ده مثال على اليو ام ال اي يوز كيس مش عارفه ممكن يجيب ايه في الامتحان بس ممكن يجيب لك ديسكريبشن زي كده ويقول لك ايه طلع لي اليوز كيس بتاعه فده مثال على اليوز كيس لكورس وير سيستم ام اي تي
تمام الكورس وير سيستم. فمديك ايه فورمال ديسكريبشن، ده ايه ديسكريبشن ايه او بيسموه السكوب ديسكريبشن عن ايه السيستم كله ايه معمول ازاي. السيستم بتاع كورس وير ايه سيستم كورسات وزي الام اي تي كده بالظبط سي ام اي تي او بي. فكل ده ايه ديسكريبشن ايه للسيستم. انت المطلوب منك ايه ان انت ايه تطلع ايه اليوز كيس. طيب اليوز كيسز ازاي اطلعها من اي ايه ديسكريبشن بشوف الاكتورز اللي عندي اللي في السيستم وايه بكتبهم على الجنب بكتب الاكتورز بعدين بكتب اليوز كيس اشوف كل فيرب في الايه في الديسكريبشن اللي عندي وده بايه بيمثل لي ايه يوز كيس يعني ايه اركز على الفيربات هي دي الاكشنز ايه اللي هيعملها السيستم. يعني هنا نشوف ايه اي حاجه ار اسايند كورسز تو اتش مش عارف ايه and maintains a calendar أو the organization publishes and maintains a calendar يبقى هتبقى في use case ايه اسمها مثلا ايه publish ايه calendar اركز ايه في كل verb من دول لان كل verb ده بيمثل ايه action معين هيحصل وكل action ليه active يبقى في use case عندي active و action يبقى ايه في use case فركز ايه على verbs فهتطلع الactions والuse ايه cases اللي عندي ده هنا اللي عمله طلع الاكتورز ده نظام كورسات يعني التيوتر اللي هو بيشرح المدرس يعني وستودنت والكورس ادمينيه والايه اليوز كيس هنا ايه مقسم اليوز كيس في اليوز كيس بتاعت الكورسز وبتاعت ايه التيوتر اه شوف فيو كورسز مانج قلنا ايه كل يوز كيس لازم ايه يبدا بايه بفيرب دي هتسهلك قوي ايه تقرا ايه ديسكريبشن تعرف اليوز كيس فيو مانج مش عارف مانج فيو فيو كل يوز كيس بيبدا بايه بذات بس كده انت ايه مثلا طلعت اول حاجه بتقرا الديسكريبشن ده بتطلع الفيربات تحطها ايه يوز كيس وتطلع الاكتورز مثلا لو نظام كورسات بيبقى ايه الستودنت والتيتشر الطالب والايه الادمنستريتور بعد ما عملتها كده انت حددت الاكتورز والاكشنز عايزين نعمل يوز كيس بقى اللي هو ايه اليو ام ال بتبتدي تحط الاكتورز كده اهو زي البشر دول دايره دي ترسمهم ايه كده والاكشنز ايه تحطها في ايه في اليبس فيو كورس مش عارف مانج كورس فيو كورس كالندر فيو تيوتر وتشوف كل بقى ايه اكتورز ايه توصلوا ايه بلاين بالاكشن ايه اللي بيعمله طب ده انتوس يعني يعني هنا التيوتر ده اللي هو التيتشر بيعمل ايه ممكن فيو كورس يشوف الكورس او مانج ايه تيوتر انفورميشن يعدل ايه هنا حاجه مفيش فرق يعني ده انت بتحطهم بقى مفيش فرق ممكن تحطهم كلهم هنا او هنا بس هو عشان يسهل على نفسك فده ايه اليوز كيس ايه دايجرام ده بقى اليوز كيس دايجرام فاكرين لما قلنا الاكتورز ان هي ايه بره حدود مش في حدود السيستم ادي السيستم اهو هو معتبر ان دي حدود السيستم اهو ده كورس وير مانجمنت سيستم الاكتورز بره السيستم هما اللي بيستخدموا فهم ايه بره رسمهم بره السيستم وده السيستم دي الباوندريز بتاعت ايه السيستم الاكتورز ده اللي هو الطالب بيدخل على الويب سايت المدرس اللي بيدخل ايه يشوف الويب سايت يعني يخش يشوف الجرافيكس ولا لا الادمنستريتور اللي هو بيستخدم السيستم البني ادم ممكن الكمبيوتر ممكن الكمبيوتر نفسه هو اللي يستخدم البرنامج عبد الله طيب ودي ده وممكن اعمل كل يوز كيس دايجرام على حده يعني مثلا اليوز كيس بتاعه اليوز كيس دايجرام بتاعه الكورس ادمنستريتور لو هي كبيره قوي ممكن اعملها ايه لوحدها ايه في ايه في ايه في دايجرام لوحديها وبتاعه التيوتر لوحديها والستودنت لوحديها لو هي كبيره شيت سوري مان اي دينت مين تو طيب في اليوز كيس في حاجه ايه نسينا نقولها هنا مثلا ايه واخد لك يوز كيس معينه الكورس ايه ادمنستريتور واقف يا ابني كمل يا ابني اسمعهم مع الناس اللي في البيت عايزينهم كلهم طيب كلنا عايزينهم بس فايه فالمانج ايه مين انت محمد علاء والله العظيم كان مسجل كمل بس كمل المانج كورس انفورميشن دي بتاعتي عندك دي نفسها عبد الله عادل مانج ايه فايه نختار ايه الكورس ادمنستريتور بيعمل ايه مانج كورس انفورميشن طب ايه الحاجات اللي هي ايه اكستند واكستند وانكلود والحاجات دي ايه ما قلناش
يعني في اليوز كيسز مرتبطه ببعضها، في ثلاث علاقات بين اليوز كيسز وبعض، اكستند او ايه او انكلود او ايه انهيرت دي او بيسموها ايه تشايلد يعني الوراثه اللي هي بتكون موجوده في الاوبجكت. ايه اكستند دي؟ يعني المانج كورس انفورميشن، اكستند يعني متفرعه، يعني المانج بتنقسم ايه لقسمين، لو مانج كورس انفورميشن يعني هو ايه هيعدل ايه في الانفورميشن بتاعه الكورس، فهي دي ايه منقسم القسمين كرييت نيو كورس او موديفاي ايه اكزيستنج كورس، يا اما ان انا اعمل كورس جديد يا اما ايه موديفاي اكزيستنج كورس. عارف حاجه بتتقسم ايه الحاجتين دي اسمها ايه اكستند. ريكويرمنت ممكن اقسمها ايه الاثنين ريكوير، بعملها اكستند يعني زي ما اقول مانج كورس انفورميشن دي ان انا اعدل في الكورس انفورميشن، بعدلها ازاي؟ يا اما انا كرييت نيو كورس يا اما اعدل في كورس موجود، فالعلاقه دي اسمها اكستند يعني بتتقسم لحاجتين. انكلود دي ايه؟ انكلود ان انا عشان عشان الريكويرمنت او اليوز كيس دي تتحقق لازم اللي تحتيها اللي هي انكلود دي تتحقق، بمعنى ايه؟ انا عشان اكريت نيو كورس لازم ايه افاليديت كورس انفورميشن، لازم اتاكد ان الانفورميشن بتاعت الكورس دي صح زي ريستريكشن كده. اه بالظبط، عشان ايه اكريت نيو كورس، فما ينفعش تتحقق اللي هو الكريت نيو كورس دي الا لما ايه تتحقق ايه اليوز كيس دي او الريكويرمنت دي ان انا فاليديت كورس انفورميشن. تمام تمام. حاجه اللي هي ايه انهيرت، انا مش عارف بس هي ايه انهيرتنس اللي هي ايه ديليت اكس دي، نفس فكره الانهيرتنس بتاعت الاوبجكت اورينتد ايه بروجرامنج، ان الريكويرمنت ده واخد هي نفس الحاجات بتاعت الريكويرمنت دي بس ايه زياده عليها فيتشرز زياده، يعني هنا ديليت اكزيستنج كورس، الديليت اكزيستنج تحتيها بقى دي ديليت اكزيستنج كورس اند ابديت ايه كالندر الريكويرمنت دي، بعمل ديليت اكزيستنج كورس وبابديت ايه الكالندر بتاعت الكورس، فهي نفس دي بس ايه زياده عليها فيتشرز زياده زي الانهيرتنس ايه في الاوبجكت اورينتد بروجرام. بس بيبتدي بقى بعد بقى ما انا رسمت ايه اول حاجه قلنا ايه بقرا الديسكريبشن، الديسكريبشن بتاع السيستم ماشي ازاي، وبطلع منه قلنا ايه اليوز كيس، قلنا بطلع ايه من الفيربات، كل فيرب ده ايه بيمثل لي ايه يوز كيس، وبطلع الاكتورز والاكشنز وارسم اليوز كيس باليو ام ال زي ما شفناها، بعدين ببتدي اكتب ايه السيناريو واكتب فيه ايه الحاجات اللي هو البارتيسيبيتنج اكتورز الاكشن الاكشن اللي هو ايه بشوف ايه الفيربس اللي موجود عندي في الديسكريبشن من الكلام يعني مانج مش عارف ايه الكورس ادمنستر مانج كذا يبقى مانج كذا دي ايه الاسم، ان مثلا الستودنت ريجستر في كذا بيسجل في كورس يبقى ريجستريشن اوف كورس دي ايه يوز كيس وهكذا. باخد كل يوز كيس بقى من اللي انا طلعتها دي اعمل لها ايه سيناريو، قلنا بسمي اليوز كيس باسم الاكشن يعني مانج كورس انفورميشن، بعمل السيناريو ازاي؟ بكتب الاكتورز الاكتور اللي هو ايه بيعمل الاكشن دي، هنا هيبقى ايه الكورس ادمنستريت زي قلنا ايه الانتري كونديشن والاكزيت ايه كونديشن، في الكواليتي ريكويرمنتس بيرفورمانس، الكواليتي ريكويرمنتس يعني ايه كورس اللي هي يعني ايه بيقول لك ان هنا مثلا ان الادمنستريتور لازم يتلقى استجابه من السيستم في اقل من 3 ثواني، حاجات ليها علاقه ايه بالبرفورمانس يعني بالاداء، ممكن اكتبها دي وايه وممكن ما اكتبهاش اللي هي نون فانكشن اللي هي نون فانكشن ريكوير. بس بعد ما بكتبهم يعني دي لسه ان ايه ما دخلتش في السيناريو بس كتبت الاكتورز والانتري والاكزيت كونديشن، باجي اخش بقى هنا ايه في الفلو اوف ايفنتس، طب الريكويرمنت ده عشان يتحقق هعمل ايه؟ مثلا ايه هو دي الريكويرمنت دي كان اسمها ايه مانج كورس انفورميشن، طيب ايه هي بقى الفلو لازم ايه السيستم هيمشي ازاي؟ اول حاجه ان الادمنستريتور ده كرييت ايه نيو كورس، بعدين ايه السيستم ايه انفوكس ايه كرييت نيو كورس ايه يوز كيس السيستم هيرد عليه، بعدين الكورس ادمنستريتور سيلكتس موديفاين كل بقى خطوه يعني هو عشان ايه يمانج الكورس انفورميشن ماشي لازم هيعمل ايه هاو سيلكت مثلا عايز يكرييت نيو كورس، اكتب بقى الفلو اوف ايفنتس ان هو ايه الكورس ادمنستريتور هيسيلكت نيو كورس فالسيستم هيرد عليه يقول له مثلا ايه الكورس اللي انت عايز ايه تقاده او الكورس الجديد، فمثلا فالادمنستريتور هيكتب له اسم الكورس، فاليوزر مثلا السيستم هيرد عليه هيقول له طيب الكونتنتس بتاعه الكورس، تكتب بقى كل الخطوات دي فهيقوم البرد وهكذا، كل الخطوات دي ايه تكتبها ايه في الفلو اوف ايفنتس تسلسل الاحداث يعني هيمشي ازاي. بس الكلام دي بقى عامل ايه في كل ايه في كل يوز كيس. وفي نقطة مهمة قلنا لو في ايرور هيحصل لازم اكتبه، يعني مثلا ايه
لو هو كتب مثلا ايه اسم ايه النيو كورس مثلا كتبه غلط مثلا لازم يكتبوا اول حرف ايه كابيتال فما كتبوش ايه كابيتال فايه لازم تقول له ان 1 اي دي لو ممكن يحصل ايرور مثلا ان السيستم يدخل ايه ان اليوزر يدخل الاسم غلط فلو حصل هيبقى في فلو اوف ايفنتس تاني ان مثلا السيستم هيرد عليه هيقول له لا الاسم ده غلط دخل ليه الاسم الصح وهكذا فحتى الايرورز اللي ايه ممكن تحصل لازم اكتبها ايه في الفلو اوف ايفنت او بقى هي اسمها ايه اكسبشنز يعني ايه مثلا كورس ادمنستريتور انترز ايه نيو كورس ايه انفورميشن جي ايه هيدخل ايه الانفورميشن بتاع نيو كورس بل في اول حاجه ايه بيستدعي ايه فاليديت كورس انفورميشن يوز كيس اليوز كيس بتاعت ايه الفاليديت كورس انفورميشن يعني ايه بيستدعيها يعني انت مش هتكتب له هنا ايه اليوز كيس دي انت كل يوز كيس بتكتبها لوحدها ففي دي هو ايه لازم يستدعي الفاليديت كورس انفورميشن بمعنى عايزين نرجع للاول عشان دي هتوضح يعني ايه استدعيها احنا قلنا مثلا عشان كرييت نيو كورس لازم ايه يفاليديت الكورس انفورميشن دي يوز كيس ودي يوز كيس بس انا مثلا في اليوز كيس بتاعت كرييت ايه نيو كورس بكتب الفلو اوف ايفنتس طب مش احنا قلنا اليوز كيس اللي هي بتاعت كرييت نيو كورس دي انكلود اليوز كيس بتاعت الفاليديت كورس انفورميشن يعني عشان تتحقق الكرييت نيو كورس لازم تتحقق اللي هي اليوز كيس بتاعت الفاليديت كورس انفورميشن فالفلو اوف ايفنتس بكتب له ايه بكتب له اول حاجه عشان المثل اللي هو الادمنستريتور يكرييت نيو كورس لازم اول حاجه يعمل يستدعي الفاليديت كورس ايه انفورميشن لو شيء انكلود ليها يعني لازم دي تتحقق فلازم ايه يستدعي اليوز كيس دي طب اليوز كيس دي ايه هعملها في جنب يعني هعملها لوحديها يوز كيس مستقله هكتب فيها الفلو اوف ايفنتس بتاعتها ومش بس عشان ايه ما اكررش الكلام يعني انا هنا لو ايه كتبت الفلو هكرر نفس الكلام بتاع دي هتكرر نفس الحاجات اللي لان هي ايه لازم دي تحصل عشان دي تحصل فانا بدل ما اكتب دي مرتين مره لما اعملها لوحدها ومره لما اجي كرييت نيو كورس لا بقول له في اول خطوه استدعي لي ايه اليوز كيس دي واليوز كيس دي انا كاتبها اصلا ايه الاكشنز اللي هتحصل والاكتورز وكل حاجه فدي معنى ايه اللي هو ايه يعني انفوك ايه اللي هو كان كاتبها كان السيستم انفوكس فاليديت كورس انفورميشن طيب لو لقى استجابه السيستم كرييت ايه نيو كورس انت ايه لو السيستم رد عليه خلاص الكورس ده الانفورميشن دي صح ايه بيكريت ايه نيو كورس طب ايه ممكن يحصل اكسبشن كورس ادمن انترز نيو اكسبشن في ايه في الاكشن ده في الايفنت ده ايه الاكسبشن ان ايه ان الفيلر ويز ا مسج انديكيتنج ان هو هيدخل انفورميشن بتاع الكورس بس الانفورميشن دي ايه غلط فالايه السيستم هيطلع له ايه رساله هيقول له ايه ان لا الانفورميشن دي ايه غلط دخل حاجات ايه صح لازم تكتب الاكسبشن بس تمسك كل يوز كيس تكتبها الانتري كونديشن وين في حاجه اسمها الالترناتيفز الالترناتيفز دي ايه ما اتكلمناش عنها ايه هي الالترناتيفز دي ان السيستم ممكن يعمل دي او دي بمعنى ايه يعني هنا تشوف اليوز كيس دي اللي هي ايه موديفاي اكزيستنج كورس هيعدل ايه كورس مع الالترناتيف دي اللي هي ايه بتوازي الاكستند عارفين طب استنى خلينا في اليوز كيس هيعدل ايه في ايه في كورس ايه معين فايه الفلو اوف ايفنتس مثلا الادمنستريتور هيسليكت فايند اكزيستنج كورس ايه اوبشن هيسليكت الاوبشن بتاع اللي هو ايه فايند اكزيستنج كورس عشان ايه يعدل فيه تاني حاجه ان الكورس ادمنستريتور ايه انترز نيو كورس انفورميشن هيدخل بقى الانفورميشن الجديده اللي هو ايه عايزها طيب مش هو ايه ممكن يسلكت الكورس ويمسحه يعني ايه احنا قلنا اول حاجه مثلا هو هيعمل ايه موديفاي اكزيستنج كورس فهيسلكت ايه فايند هو عايز يعدل في كورس معين فهيسلكت اللي هو فايند اكزيستنج كورس ابحث دور على الكورس ده لقاه ممكن ايه يحط ايه انفورميشنز جديده فيه وممكن يعدله ان هو يمسح دي داخله تحت الموديفاي اكزيستنج كورس ودي داخله ايه تحته اللي احنا ايه قلنا عليها ايه اكستند لو ايه رجعنا اليوز كيس ده يبقى نلاقي ايه اكستند اهو عشان يعمل ايه موديفاي اكزيستنج كورس ممكن ايه يديليت ايه الاكزيستنج كورس ممكن يمسحه ده تبع ايه موديفاي ما هو كده عدل فيه ان هو ايه مسح وممكن ايه وممكن يعدل ايه في الحاجات في الانفورميشنز بتاعته
فلو ممكن دي او دي بيبقى ايه بيسميها ايه alternatives. طب يعني ما يكون سهم رايح ويكون سهم خارج منها، يعني يكون سهم جاي وداخل في اليوز كيس ويكون سهم خارج منها. الاكستند دايما بيبقى ايه رايح لها، الاكستند دايما رايح لها، والانكلود دايما نازله من الانكلودد، يعني نازله من هي دي داخله الكرييت نيو كورس متضمنه الفاليديت كورس، فلازم يبقى رايح من ايه الكرييت نيو كورس للفاليديت كورس. الديليت داخل لها وخارج منها ايه الديليت ايه الديليت اكزيستنج كورس ماله داخل لها وخارج منها، داخل للاكست داخل للموديفاير الاكستند بيبقى داخل، يعني دي بيبقى خارج، يعني قصده على الديليت كورس داخل لها وخارج منها، يعني ده كمان داخل دي ولا كورس دي انهيرتنس، قلنا دي حاجه ثالثه حاجه ثانيه. فاحنا قلنا ايه الاكستند يعني ايه، فهي دي الالترناتيف. قلنا الالترناتيف ان انا ممكن اعمل دي او دي. انا مثلا يوز كيس عندي مانج كورس انفورميشن هدخل عليه، طب بعد ما دخلت عليه ممكن اعدل في الكورس انفورميشن او امسحه خالص، فما دام عندي حاجتين دي او دي فبسمي ايه واحده فيهم الثانيه ايه الالترناتيف. اهو يعني هو هنا ايه افترض ايه اول حاجه قال لك ايه ان هو فايند اكزيستنج كورس، اختار الكورس اللي عايزه، ممكن يعدل في الكورس انفورميشن خلاص كتبها ان هو هيعدل والسيستم هيرد عليه وهيقول له ايه، وممكن ايه يمسحها فقال له ايه alternate. alternate يعني ايه ممكن السيستم ايه يعمل دي او دي، يعني ممكن سيلكت ان هو يعدل فيها او ان هو ايه يمسح. والاكسبشنز دي قلنا ايه الايرورز ايه اللي ممكن ايه تحصل وهكذا. فهو ايه اهم حاجه في اليوز كيس دايجرام هي ايه الثلاث حاجات، ان انت تقرا الديسكريبشن صح وتطلع منه الاكتورز والاكشنز ماشي، وترسم ايه الدايجرام بتاعك. بعد ما رسمت الدايجرام وطلعت الاكتورز والاكشنز ايه برضو ايه تخلي بالك ايه من الاكستند، يعني المانج كورس انفورميشن دي هي يوز كيس واحده بس، تشوف طالع منها كام يوز كيس، كل ده تبع المانج كورس انفورميشن دي، فلازم تخلي بالك من الحكايه بتاعت الاكستند والانكلود والايه والانهيرتنس دي. بعد ما طلعتها وخلاص ورسمت الدايجرام وكل حاجه، تبتدي تمسك واحده واحده تكتب ايه السيناريو بتاعها، الاكتورز، البري كونديشن والبوست كونديشن، الكواليتي ريكويرمنتس، بعدين تكتب ايه الفلو ايفنتس هتشتغل ازاي. لو في ايرورز بتقوم كاتب له ايه اكسبشن في مثلا الايفنت رقم واحد دي ممكن يحصل ايرور كذا والسيستم هيرد عليه بايه، او في لو في الترناتيف يعني ممكن يعمل دي او دي، فبتكتب له الترناتيف ان ممكن يسلكت كرييت نيو كورس او ممكن مثلا يعمل كذا كذا كذا، بس هي دي ايه اليوز كيس. يعني لو عملت حاجات دي يبقى انت كده ايه خلصت اليوز كيس بالدايجرام بتاعك ايه بالسيناريو بكل حاجه.